غنمشيو استاذي مباشره للتالي وين وناخذ معنا لاله فاطمه. صباح الخير لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ساحليمين، كل شيء بخير. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. كيداز الموسم ديال الزعفران؟ وانا مدينه الرباط، يلا جيت البارح لقيتو كيداز. ما كنت انا مره كاني في الموسم ديالو، كنت كنطلع باش كنساعد في العائله في الجن ديالو، ولكن هذا العام يعني بالنسبه للمنطقه ديالنا حنا كان المنتوج قليل جدا، يعني واحد الدرجه يعني قليل جدا. ما عرفتش واش بعالم بسبب يعني الجفاف، رغم انه يعني الشتاء صبط مؤخرا. والسؤال ديالي سي حليمي، دابا كنلاحظ دابا ملي كنبقى كنسول الناس وداك الشيء هذه المنطقه بالنسبه للسق ديال الزعفران، كاين واحد التضارب في الاقوال، كيقول لك لا خصك تسقيه يعني في الصيف باش يعطيك، ولكن الناس يعني العدد ديال الناس هنايا كيقول لك تيدخل اكتوبر، ملي كيدخل الشهر ديال اكتوبر كيقول لك عاد تسقي الجمره ثلاثه المرات، ولكن حنا السنوات اللي مضات ما درناش بهذا القول، درنا كنا سقينا في الصيف عاود سقينا في سميتو يعني عطى. بخلاف يعني الناس اللي ما عطاتش اللي ما سقوش كيتسناو حتى لاكتوبر، يعني ما كاينش المنتوج يعني ما عطاتش. واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا مرحبا نجاوبك. والسؤال الثاني الله يجازيك بخير، دابا حنا عندنا واحد القطعه ارضيه يعني فيها دار فيها الزعفران، ولكن ماشي داك الزعفران ديال الاجداد، كنا جابوا الزريعه. دابا حنا بغينا ديك الارض، يعني كنسولك الله يجازيك بخير، ما كرهتش يعني تقول لو يكون واحد تعطيني واحد اتصال مع شي جمعيه ولا شي حاجه باش نستافدوا. يعني هذيك الارض حنا عندنا يعني بغينا نحيدوا ديك الزريعه من تحت الارض، عاوني كنقولوا حنا نكربلوها. واش يعني ضروري يعني بغيت نعرف اين وقت السنه اللي يمكن لي نكربلها ونردو؟ الله يجازيك بخير. واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا مرحبا. ومكرهتش الهاتف ديالك باش نتواصل معك، الله يجازيك بخير. مرحبا. شكرا، صباحكم مبروك. وشكرا كاع الاوطو ديال المدرا ديال الرحله. مرحبا لاله، شكرا جزيلا لك لاله. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا. هو شوف، هو صراحه هو الخبره المحليه لا يعلى عليها باش نكونوا واضحين. غير واحد الحاجه ناكد عليها، الله يجازيكم بخير، انا الهدف ديالي من هذه الحلقه كامله هي حاجه واحده، هو اننا نقدروا المنتوج الوطني، الثروه النباتيه ديالنا. مي غنجيب انا الزريعه، نعم نقدر نستعملها، ولكن الا غتحسب انت شحال يعطيك في القطار، دايوغ من الناس من المحليين ما كيحسبوش بالقطارات، كيحسبوا عيب هادي. فالمنتوج ديالك واخا قليل، التركيز ديالو عالي جدا. انا نتمنى هذا امنيه ديالي، يعني المعايير ما تبقاش غير على الكم ديال الزعفران، تولي حتى المحتوى ديال الكروسين والبيكرو كروسين والسافخانه. جو سوي سور ان الورده ديال الزعفران المحليه واللي خلاوها الاجداد ما غيكونش بحالها. الله يجزيكم بخير، هذه رساله، حافظوا على هذه المساله هذه. بالنسبة للسؤال الأول اللي هدرت عليه الأخت الكريمة فيما يخص يعني الزعفران وفيما يخص السقا ديالو، خصكم تعرفوا واحد الحاجة، أي حاجة كتخرج الوردة كتبغي جوج حوايج، كتبغي الماء قليل وبانتظام، حسب ما تعطيها الماء كثير وما كاينش انتظام. يعني أنا نعطي الماء قليل، كاين دابا حنا دابا اختي السكينه في المغرب، ولات عندنا اوبليغاسيون، ولا عندنا اجباري اننا نرجعوا للثروه النباتيه ديالنا اللي كانت ريزيستانس، يعني ريزيستانت لا سيشخيس. مثلا كاين اشجار ديال التين اللي معمرنا سقيناهم، وانا عندي وجربتهم، معمري سقيتهم في الصيف وما كيتسقاوش. كاين اشجار ديال العنب ما عمرها تسقات، ماشي كنقول انايا يعني نزولوا شي اشجار اخرى، لا غير نهتموا بهذه، لان ثقوا بيا غيجي واحد الوقت غنقلبوا عليها وما غنلقاوهاش. هكاك الزعفران. الزعفران منطقه جافه، منطقه كتعرف تغيرات في الطقس، ماشي كل شيء عنده باش يسقي تمايا، وبالتالي حافظوا على لي سومونس. شحال من واحد كيسمع سومونس كيسحب له حبيبات، راه الشجره الاصليه سميتها سومونس، كاينين لي غرين كاينين لي سومونس. لي سومونس هي الثروه النباتيه، انا عندي بطاطا الاصليه هذيك راه سومونس، عندي النبته ديال الزعفران هذوك راه باغمي لي سومونس. هاد البنك ديال لي سومونس ديالنا خصها تكون عندنا،
منها الزعفران. راه غنبقاو غاديين حتى غنشوفوا كيما وقع في بزاف ديال الامور. خليو لنا الزعفران الاصلي ديالنا. الناس انا هذه اشاره، نعطيو جوج امثله. جبتي واحد الزعفران اللي هو شي محلي، انا منفتحين على كل شيء، ولكن ما يناسبنا. فانا منطقه منتجه للزعفران، يعني انا ما عنديش باش نسقي، ما عنديش الزعفران نديرو، حقا نمشي نقلب على النبته اللي داروها جدودنا واللي كان السقا ديالها من الشتا ديال سيدي ربي. وكانت مثلا البوري، الزيتون البوري، كاين الناس دابا اللي ما عندهمش السقا ديال الزيتون، اش كيدير؟ كيدير الزيتون البوري. شو الفرق بين الزيتون والبوري؟ فرق كبير بزاف. لا في المنتوج، يقدر يجيب لك منتوج قليل اه، ولكن راه ما استهلكلكش الماء. هذا هو اللي مطلوب اختي الكريمه، هو اننا نحافظوا على هذيك الزريعه المحليه والماء. انا قلت لكم اي حاجه كتخرج الورده ماشي غير الزعفران، عندك ورده الجوري في الدار، عندك الورده ديال 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 بوغافيلي مثلا، ولا الهيبيسكوس، ولا هذه، سقيها بشويه بشويه لان كيوقع لها تعفن الجذور. سقيها بشويه، مثلا القرع في الوقت ديالها، مثلا الخيار في الوقت ديالو، مثلا الطماطم في الوقت ديال الصيف في الوقت ديالها، كنسقيوها شويه وبانتظام حسن ما تعطيها الماء بزاف حتى كيتعفنوا الجذور. فهذه استراتيجيه اللي غتكون. فانا فقط عطيت اشارات من الثروة والموروث كيفاش نتعاملوا فلاحيا مع الزعفران. فخذوا اي واحد في هذه المنطقة هذه، راه غيعطيكم اي ادخال بعض التقنيات يجب التعامل معها بحذر، هذا مطالب. وانا اللي نادي به هو ان الناس في لا كونسوماسيون قلبوا على التعاونيات، قلبوا على التجمعات التعاونية، والفلاحة حافظوا عافاكم على ذاك النبتة الزعفران ديالنا اللي كتعرف تاليوين، كتعرف منطقة التاليوين وكتعيش في التاليوين، وما كتاخدش الماء بزاف على أننا نمشي نجيب شي حاجة أخرى اللي تولي تستهلك لي الماء بزاف. وحنا غاديين دابا باغ أوبليغاسيون غاديين أننا خصنا نتعاملوا مع الندرة الماء. باش نتعاملوا مع الندرة الماء خصنا نرجعوا للثروة النباتية ديالنا اللي كانت تقاوم هاد الظروف، ولا طالما كانت عندنا ماشي غريبة على المغرب. مرحبا. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذ، واكيد انا وموعدنا من جديد باذن الله غدا. شكرا لك، ليلة حتك، بارك الله فيك، ونتلاقاو ان شاء الله غدا. مشكور كان معنا مشرفنا الاستاذ محمد احليمي، اخصائي التغذية. شكرا.